سيدوري فما با دو دوموندي غازينو في هذا الخبز. لا متر مربع زيد على ذلك الإدارة مع قاعة الإعلام الآلي وقاعة تاع الأساتذة وقاعة ندير البركة باش نعرفوا روحنا وين رانا. أنا راني تاع 2000 لوج راهم مشروع إيصال الكهرباء لحي سيدي بن ساسي لفائدة 66 مسكن مبدئيا، هو الحي في توسع. هذا البرنامج مسجل ضمن ميزانية الولاية لسنة 2023 في غلاف مالي قدره 20 مليار سنتيم لفائدة أكثر من 1500 مسكن. العمليات على سيدي بن ساسي كلفت المشروع مليار و 900 سنتيم، فيه محولين باستطاعة قدرها 1260 كيلو فولت امبير. هذا المشروع جاء لانه من قبل السكنات كانت موصوله بطريقه عشوائيه غير امنه وغير مقننه، وكل واحد العداد نتاعو لانه بمعدل مكيفين او ثلاثه في كل مسكن. هذا الشيء اللي طلب علينا باش نديروا الكهرباء للمواطنين، وراها جايه كذلك عمليات تاع تهيئه وعمليه تاع ايصال الغاز للمواطنين حتى نكملوا المشروع باكمله في بلديه في حي سيدي بن ساسي بلديه ورقله.